السلام عليكم. هاي مراجعة الآن اللي حنقوم فيها للبود بلوت اللي قبل شوية شرحناه، بس الآن بشكل استراكشر أكثر. الآن من الشغلات اللي زي ما حكينا تكلمنا عليها سابقا، تكلمنا على الراوتر وتكلمنا على الروت لوكس. الحين بنتكلم على البود بلوت، عندنا حنتكلم عن نايكوست بلوت، النيكلز بلوت مش هنتكلم عليها، والتايم دومين هنجيه لاحقا. هدول كله كنترول اناليسيز ميثود لتحلل اي النظام اللي عندنا. الان عاده لو دخلت عندنا سينوسويدال سيجنال على لينير تايم انفاريانت سيستم، فبصير عندنا مطلع عندنا الاوتبوت سينوسويدال، ولو السيستم از يعني ستيبل بيطلع ان الماجنتيود بيزيد للسيستم، الماجنتيود بدي ساوي للسيستم بي على اي، والفيز اللي عندي فيه اللي هي احنا بنضيفها للسيستم اللي عندي. الان باللغة اللي بنتكلم عليها الماجنتيود هاي عندي الكلوز لوب سيستم تبعي اللي بتكلم عليه، فالكلوز لوب سيستم عندي بيصير عندي هذا الترانسفر فانكشن تبعت الكلوز كلوز سيستم ترانسفر فانكشن اللي عندي بيساوي جي اوف اس على 1 بلس جي اوف اس في اتش اوف اس. هذا بنتكلم عليه في عالم الكونتينوس، لانه عالم الكونتينوس هو بنطبق عليه اللي بنحكي فيه في عالم الدبليو دومين. الان اس بدها تساوي سيجما بلس جي اوميجا، وللاختصار بنقول سيجما هاي هي بتمثل الريال بارت، جي اوميجا بتمثل الايماجينري بارت. فاحنا اساس نشوف السيستم عندنا بنتكلم على الاس بتساوي جي اوميجا. الان هنا لو بدي اتكلم على الماجنتيود، الماجنتيود اللي عندي للجي للكلوز لوب سيستم بدي اساوي الماجنتيود للنوميريتر على الماجنتيود للدينومينيتر، والفيز بدي اساوي الفيز تبع النوميريتر ماينس الفيز تبع الدينومينيتر لما اتكلم بلغه الفيز. الان البودي بلوت عاده في الماجنتيود بنتكلم هاي اللوج سكيل اللي انا حكيت عليه في الفريكوانسي، واذا بنلاحظ هاي المسافات الموجوده عندي من 1 لـ10 زي المسافه من 10 لـ100. هنا بنتكلم على الدكيد اللي عندي باخذ اللوجتين للأوميجا W2 على W1، هذا بيعطيني الدكيد W2 اللي هي 10 W1 10 أس 0، هذا 10 أس 1، فهذا 1 دكيد. ولو بدي أتكلم على الأوكتال، الأوكتاف بنتكلم على في عنده حاجة تانية اللي هي اللوغ 2، وبنتكلم على 8 بدل 10. هذه أنواع من الكوردينيشن. الآن نيجي نتكلم على الماجنتيود. قلنا الماجنتيود بنقسمه، هاي عندي الكلوز لوب ترانسفر فانكشن تنقسم إلى كونستانت، زيروز، أند بول. والزيروز والبولز هاي الشكل تبعهم، هذول سيمبل، وهذا إيش اللي عندي كومبلكس الموجود عندي. فالماجنتيود عندي تبع الكي يا إما بده يكون لو كانت أكبر من 1 حلاقيها بوزيتيف، أصغر من 1 حلاقي الكي تيجي بالنيجاتيف يعني تحت الزيرو دي بي. الفيز تبعها لو كانت بوزيتيف بتعطيني زيرو، لو كانت نيجاتيف بدها تعطيني 180 ديجري أو ماينس 180 ديجري. الآن أبسط الأنواع الكيس لما يكون 1 على S اللي هو بسميه الانتجريتور. الانتجريتور بده يعطيني ستريت لاين زي هيك، هذا لما تكون بي بتساوي 1 يعني 1 على اس، بي بتساوي 2 بدي يعطيني اسلوب هذا ماينس 4 دي بي بير ديكيد. هذا اعطاني اذا بتطلع عليها هنا، لو هذه المسافه 20 هذه 40، هذا اعطتني ماينس 20 دي بي بير ديكيد، هذا اعطتني ماينس 40 دي بي بير ديكيد. لو 3 اس 3 بدها تعطيني ماينس 60 دي بي بير ديكيد. الان الفيز كونتريبيوشن بتعطيني ستريت لاين ات ماينس 90 لما تكون 1 على S، لما تكون 1 على S سكوير هتعطيني ماينس 180 ديجري ستريت لاين. الكيس 2 اللي عندي لما يكون عندي هاي الزيرو S to the B بدها تعطيني سلوب هنا بوزيتيف
لل 1 باز اوف 20 دي بي بير ديكيد، هذه بدها تعطينا بوزيتيف 40 دي بي بير ديكيد، هذه بتعطينا 90 ديجريز فيز كونتريبيوشن لما تكون بتساوي 1، بتعطيني 180 لما تكون ايش بتساوي 2. هاي اللي عندي الفيز الموجود عندي A على S plus A، يعني A عندي الحالة السيمبل A بتساوي 1، فأنا باجي عندي هاي بتعطيه negative 20 dB per decade للبول contribution في الماجنتود وستارت at القيمة تبعت A، بينما الفيز contribution ببدأ من 0 a decade earlier بتعطيني minus 45 degrees per decade وبتنتهي at 10A زي ما شرحنا عنها قبل شوية. الآن للزيرو نفس الشيء بنعمل، بنبدأ من A بتعطيني positive 20 dB per decade والفيز بتعطيني positive 45 degrees per decade الموجود عندي هان وبتنتهي at 10A. الاكشوال هاي الرسمه تبعتنا، الاكشوال في عندي شويه كيرف هنا، هذا الكيرف بسميه 3 دي بي كيرف اللي عندي بقدر ارسمه، بس احنا للسكاتش بنستخدم الشارب انجل الموجوده عندي هنا. الفيز الشكل تبعه اعقد لانه في عندي ايرور، الايرور اكثر فبيجيش هو بالشكل الان، بيجي زي ما انتم شايفين الشكل تبعه سموث مش شارب ايدجز زي ما احنا عاملين هان. الحالة الرابعة لما يكون عندي كومبلكس، فاحنا هنا في الوضع الكومبلكس بنعتمد على الزيتا الموجود عندي. ايش بلاحظ هنا الكومبلكس للبول، الكومبلكس بول ايش بتعطيني هان؟ سالب 40 degrees per decade، وهي بتعطيني القيمة تبعتها at الA اللي عندي، وهدول based on zeta. لما zeta بدها تساوي يعني 1، هلاحظ هذه بتبقى under shoot، كل ما زادت عندي أو قلت قيمة zeta كل ما اعطتني overshoot أعلى أو bump لفوق أعلى. الآن هاي الشارب edges هنا لما تقريبا straight line، لما زيتا بتساوي 1 ولما زيتا بتساوي 0.1 أقرب منها للdiscontinuous part منها للstraight line اللي عندي، يعني هتلاحظها هتيجي بهذا الشكل زي ما انتم شايفين، كل ما زود في زيتا بقرب للقيمة الموجودة عندي. الآن نيجي نطلع عندي هاي السيستم الموجود، بدي نساوي ايش عندي 50 في S بلس 2 على S في S بلس 10، فأنا بدي أحطهم على الشكل اللي أنا متعارف عليه، فباجي آخذ هنا 10 على 10 زي ما شفتوا هنا S بلس 2 على 2 و1 على S، هنا العشرة يعني كي عندي بتساوي 10، هنا A بدها تساوي 2 وهنا A هنا خلينا نقول الزي واحد هتساوي 2 والبي واحد هتساوي 10، وفي عندي بيور انتجريتر الموجود عندي في هذا المجال. فلما احطهم هاي اللي عندي الواحد على اس الموجود، هاي ات 2 هاي ات 10، وهنا الفيز كونتريبيوشن موجود للانتجريتر والكي الفيز كونتريبيوشن 0 تبعتها، وهي الفيز كونتريبيوشن للزيرو، هذا الفيز كونتريبيوشن لايش؟ للبول. الان عمليه جمع، فعمليه الجمع اول ما ببدا من هنا ب 40 وباخذ السلوب الموجود عندي لحد ما اصل للنقطه هاي. النقطه هذه ايش اللي بدي يصير فيها؟ هذه حتعمل لي شيفت ب 20، يعني عندي لهان هذا اللي باخده، في عندك العشرة اعطتني 20 دي بي، ف 20 دي بي بجمعها مع الاربعين اللي عندي وببدأ على اساسها. يعني هنا بدي ابدأ من ايش؟ لما انا اجي اطلع عليها انا بديت من بوينت واحد، يعني هنا لو بدأ 20 واربعين قديش بدي يصير عندي؟ ات 60 بدي ابدأ، ات 60 يعني لما ابدأ من هنا يعني هنا انا بادي 20
وال20 اللي عندي 40، عشان هيك بديت ب40، لأنه أنا أخذنا دكيت، اختصرنا دكيت من هذا الرقم. فأنا بديت ب40، بس لو بدي أبدأ من بوينت أو ون بدي أبدأ من إيش؟ من 60، وأعمل الخط هذا. مش حتفرق كثير يعني، بس حتجي من 60 وتضلها ماشية عند بوينت واحد حتلاقيها 40. فهذه فيش فيها أي شغلة موجودة. الآن 40 بضلني ماشي فيها لحديت ما ألاقي الكونتريبيوشن الأولاني اللي هي ات 2. ات 2 هذا ال20 مع ال20 هذول ايش؟ بيلغوا بعض، بضلهم لاغين بعض لحديت ما اوصل ال10. في ال10 بتعطيني السلوب الثاني الموجود. الآن لما باجي بطلع وين قطعت الزيرو دي بي؟ قطعتها في هذه النقطة. الآن الفيز باجي بعمل نفس الشيء، ببدأ من سالب 90 وبمشي معها لحديت ما توصلني ل بوينت 2. البوينت 2 بيبدأ التأثير تبعت هاي، بعدها ات 1 بلتغي اللي زي هيك، بعدها عند 20 بلتغي الافكت تبع هاي، بصير سلوب لداون، بعدها عند 100 بلتغي السلوب الثاني اذا بنلاحظ، وبتخلص بصير هذه فلات وهذه ايش؟ فلات. هاي شكل الاكشوال اذا بنلاحظ، يعني بيختلف عن هذه، وهذا شكل الاكشوال بالماجنتيود قريب هذه لبعض، بينما هنا بالفيز الرسمة بعيدة كثير عن بعض. اوكي، هاي رسمة الماتلاب اللي عندي اذا بنلاحظ، هاي للسيستمز الثانية. نشتغل على الماتلاب تعطيني هاي، واللي بنتكلم فيه في البودي. طيب هذه بشكل عام الحاجات اللي بنتكلم فيها، الشغلات اللي حكينا عليها. الآن في حاجة بنسميها المينيمم فيز. المينيمم فيز لما تكون اللي عندي الزي والبي تكون بول بوزيتيف، الكونتريبيوشن تبعهم بيبقى ايش؟ بيبقى زي ما فرجيناه قبل شوية. الآن لو الزي والبي يبقوا بالنيجاتيف ايش بيطلع عندنا؟ الكونتريبيوشن الماجنتيود كونتريبيوشن بضل زي ما هو، بس الفيز كونتريبيوشن بنعكس. يعني كيف بنعكس؟ بدل ما الفيز كونتريبيوشن يعطيني مثلا للزيرو بيعطيني بوزيتيف فيز، للزيرو بيعطيني نيجاتيف فيز، للبول بيعطيني الستيبل بيعطيني نيجاتيف فيز، للانستابل بيعطيني بوزيتيف فيز. اللي حكيناه احنا ايش بنسمي حاجه الريلاتيف ستابيليتي. A transfer function is called minimum phase when all the poles and zeros are in the left half plane. Non-minimum phase لما there is a right half poles or zero. هذه اللي بنتكلم. Minimum phase problem عادة بتعطيني ايش؟ stable. Non-minimum phase problem لو كانت في البولز بتعطيني unstable. الآن الـ gain margin the distance on the body magnitude plot from the amplitude at the phase crossover frequency up to 0 dB. يعني من المنطقة اللي بقطع فيها الفيز ناقص 180، الـ gain margin لما بقطع ناقص 180 باخذ خط لفوق، والمسافة بين الـ 0 dB والـ gain margin السلوب تبعت الماجنتيود ات ذات فريكونسي، هذا بسميه الجين مارجن، وعادة ميجرد ان دي بي. الان الفيز مارجن وقتيش بقطع الجين 0 دي بي، بنزل منها خط للفيز، والمسافة بين الفيز والناقص 180 بسميها الايش؟ الفيز مارجن للسيستم الموجود. هذا بشكل عام، مثلا زي اللي عندي هاي الرسمة، هاي هان بيقطع الزيرو دي بي، بنزل هان هذه المسافة بين ناقص 180 والفيز، هذه سميتها ايش؟ الفيز مارجن. الجين مارجن هان قطع المية ناقص 180، المسافة باجي هان بين الزيرو دي بي والماجنتود هان بسميها الجين مارجن للسيستم. هذا بشكل عام. الجين مارجن عادة تبقى less than zero للانستابل سيستم، للستابل سيستم،
والفيز مارجن أقل من زيرو معناته السيستم عن ستيبل. هذا بشكل عام اللي بنحكيه عن اللي حكيناه قبل شوية في هذا المجال.